السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح أشرح لكم عن برنامج مونتاج على الموبايل. برنامج كتير 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 حلو وظريف وفي ميزات كتير حلوة كمان، وهلأ رح أشرح لكم إياها وتشوفوا شو الميزات اللي موجودة فيه. تمام؟ البرنامج كتير حلو وظريف، هذا هو اسمه VN، وفي شغلات كتير حلوة يعني ما بتتخيلها انت ببرنامج بسيط على الموبايل. تمام؟ طبعا البرنامج متواجد على الاندرويد والابل، تمام؟ اثنين موجود عليهم. رح اشرح لكم عنه، بس قبل ما نبلش رجاءا 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 والله عم نشتغل على الفيديوهات ونتعب عليها، وفيكم تفوتوا على القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي عم نحطها، يعني الفيديو عم نتعب عليه. هلأ انت او انت اللي فايتين عشان تكون تشوفوا برنامج للمونتاج، اكيد انتوا عندكم أبني كمان وحابين انكم تصيروا ويصير في عندكم مشتركين وكل حابب انه يشتغل. تمام؟ وانا نفس الشيء، انا عم بشتغل على الفيديو وعم بتعب عليه لحتى وصلكم فكرة حلوة وبنفس الوقت نساعد بعضنا كلياتنا. تمام؟ فرجاءا يعني اذا بتشوف الفيديو بتستفاد منه عمل اشتراك بالقناة، لأنه مثل ما شايفين أنتوا القناة جديدة وبحاجة إنه دعم، بدي مشتركين. تمام؟ فلو سمحتوا إذا بتريدوا اشتركوا بالقناة وعملوا لايك للفيديو. تمام؟ يلا خلينا نبلش، ما بدي طول عليكم. هلأ بنكبس على البرنامج. بعد ما فوت على البرنامج، البرنامج هي لائحته، بيعطيك هي اللائحة اللي موجودة عندك هون. تمام؟ نحن مثلا هلا بدنا ننزل فيديو مشان نعمل عليه مونتاج، بتكبس على هاي او بتكبسي على هاي اللي هي اشاره الزائد. تمام؟ يطلع لنا هاي الصفحه، بس يطلع لنا هاي الصفحه بنحط له على نيو بروجكت يفتح. هلا هون عطاني كل شيء بفيديوهات موجوده انا عندي على على الجهاز عندي. تمام؟ فانا حاختار مثلا حي الله فيديو مشان انه نعمل له مثلا المونتاج، رح نقول هذا الفيديو. تمام؟ اختار عليه هيك. تمام؟ وبعطيه اشاره هي السهم مشان يفتح لي الفيديو، بستنى عليه شوي حتى يفتح الفيديو. يا جماعة بصراحة البرنامج حلو، أنا في عندي برنامج تاني وحاطه عندي على القناة كمان شارح عنه، برنامج اسمه فلو، كمان برنامج كتير كتير حلو، بإمكانكم تفوتوا على القناة وتشوفوا البرنامج هذا كمان كتير يعني كتير حلو كمان، يعني هذا فيه ميزات وهذاك فيه ميزات. تمام؟ فبإمكانكم أنتوا تفوتوا تشوفوا الفيديو هين وتقارنوا بين الاثنين، يعني هذا فيه شغلات وهذاك فيه شغلات، يعني هذا مثلا فيه شغلات برنامج هذاك الفلو موجودة هون ما لها موجودة. تمام؟ مثل مثلا الايموشن، هدول الشغلات اللي تحطهم تبع تحطهم الفيديو حابب تضيف انت شيء، هون ما لها موجودة، بهذاك البرنامج فلو موجودة. تمام؟ هلا خلينا نبلش. هاي الفيديو فتح عندي الفيديو، هلا شايفين هون بمشي انا مثلا على المقطع اللي بدي اياه والمكان اللي بدي اياه. مثلا هون حاطين لك تحت هاي مطرح ما حاطين الفيديو. هلا هون عندك هي اللي هون اللي محطوط عليها إشارة زائد وهيك خطوط مائلة، هي رح تكون السهم عليها. تمام؟ نكبس عليها مثلا إن احنا حابين مثلا نضيف فيديو تاني مثلا عليه، تكبس عليها تختار انت الفيديو التاني بدك اياه تحطه تضيفه فوق الفيديو اللي انت نزلته. تمام؟ يعني مثلا انت مشيت لعند هذا القسم لهون وحبيت انك انت مثلا تضيف فيديو بهذا المكان. تمام؟ تكبس على هي الإشارة هون وبيعطيك انه شو بدك تضيف، تقول له انت مثلا بدك تضيف فيديو، تضيف فيديو مثلا، او مثلا اذا بيقول لك انه بدك تضيف ايموشن، بس انا فتحت على الايموشنات هون ما لقيت، شايفين؟ ما في يعني مو موجود. هذاك البرنامج فلو في كثير ايموشنات وكثير ظريف. المهم مثلا ما نضيف فيديو احنا هون، طبعا قبل ما نضيف فيديو بدنا نقص، مثلا نعمل قص، نكبس على هون المقص، شايفين؟ قصلنا الفيديو هون قص. تمام؟ هون مثلا انا بدي اضيفه لفيديو تاني، بكبس هون بفوت على الفيديو مثلا، نفترض بحط هذا الفيديو صغير يكون هاد. تمام؟ عم نضيفه هلا، شايفين؟ نزله. يعني هلا ممكن انا اشغل هذا الفيديو، بشتغل الفيديو اللي وراه وهذا اثنين نفس الشيء. تمام؟
عملوا هي شايفين هيك حفروها وزبطوها وحطوا فوق منها شايفين كي يعني اثنين اشتغلوا مع بعض هذا اللي وراء انا ونفس الوقت اذا بدي ارض هذا الشيء مثلا عند مكان هاي الحفر هون بيحط لك انه انت بدك اياه مثلا وين لوين من هون لهون بتحط انت المسافه اللي بدك اياها وبتعطي اوكي تمام نحن هلا مثلا ما بدنا نخلي هذا الفيديو بنعمل له اعاده هيك بنرجع بهي السهم هذا يرجع 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 رجع لطبيعة الفيديو تمام عندنا هاي اللي فوق الثانية مكتوب عليها حرف التي كمان اشكركم عليها شايفينها هاي مثلا نكبس عليها كمان هون في عندك شغلة كتير حلوة كمان يعني مثلا انت حابب تضيف جملة حابب تضيف رقم حابب تضيف لوكيشن حابب تضيف اي شيء لنفترض مثلا بدنا نضيف هاي شايفين بيعطيك الصورة انه بيصغر لك اياها انت بإطار وهون بقى انت مثلا حابب تكتب اي شيء بتكتب انت الجملة اللي بدك اياها هاي يعني اي شيء بدك اياه بتكتبه انت مثلا لنفترض قناة منوعات هي قناة منوعات تعليم اللي هي مثلا قناتي لنفترض بدنا نغير مثلا الالوان نحن بنكبس على هاي بحط اللون اللي بدك اياه انت بتختار اللون اللي بدك اياه طريقة الخط مثلا حابب انت تغير الخط ما بدك انت تخلي مثلا يطلع هذا البياض بامكانك تعمل هيك بامكانك تعمل هيك 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 تمام يعني والخط انت كيف اي لون بدك تحب تغيره بتغيره وفي اشكال له مثلا شو في عندنا كمان شغلات في عندنا مثلا هون عند حرف الا والا الصغيره انت طريقه الخط كيف بدك اياها تكون بدك اياها تكون هيك هيك طبعا هلا انا حاطط عربي مشان هيك ما راح يبين راح اكتب مثلا شيء انجليزي مثلا هلو شايفين كيف طلع الخط نرجع نفوت شوف يعني كيف بتغير الخط في اشكال انت كيف حابب تحط الكتابة بتحطها في كتير كتير فوق يعني كله مجاني وكله كل شايفين يعني فلكسيبل مريح بالترتيب هذا هون عندك الحجم بتزيد الحجم تبع الكتابة تصغرها تكبرها كيف بدها تمام هاي بالنسبة لهاد شوفي عنا كمان عنا هون مثلا تكبس على هدول انت بدك اياها مثلا تنحط جملة بالنص ولا على اليسار ولا على اليمين ولا تحت ولا كذا وين بدك بتحطها تمام هون عنا للوقت هم في شيء نرجع هون على الكيبورد هون كمان حابب تضيف انت اي شيء تاني تكتب كمان تضيف اللي بدك اياه يعني البرنامج بالنسبة لهذا الموضوع كمان حلو هلا بنطلع احنا بنعمل الغاء لغيتها هاي حكينا عنها بنرجع عنا هون الميوزك انت مثلا عندك موسيقى بدك تضيفها عندك على الجهاز تكبس هون تمام تسمع الموسيقى اللي بدك اياها تمام مثلا بدي انا هاي الموسيقى انا شو بساير تكبس عليها هون تمام بس تكبس عليها هون وهو بعدين بتحط على اشارة الصح شايفين هلا نزل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شايفين كيف ان شاء الله بخير وصحه وسلامه باذن الله يعني مثلا هي نزلنا الصوت هون نمحي بدنا نمحي نكبس عليها مثلا بدنا نمحي لهذا الصوت بنعمل له حذف محيناه تمام شوفي كمان هون هلا في شغله حلوه هون عندك شغله حلوه بهي ميزه الصوت هاي الميزه ما لها موجوده ببرنامج فلو هذاك اللي شرحت عنه تكبس إشارة الزائد اللي هي إفكت هاي عندك الإفكت شوفوا شو بتعمل هون انت في عندك مثلا عرفتوا هاي الشغلات اللي مثلا اذا واحد منزل فيديو عم يحكي مثلا عن المرور عن الأطفال عن الطبخ عن اي شيء مثلا وبدي ينزل مثلا صوت تبع هيك الحركات تبع وكذا سمعكم كيف يعني مثلا هاي للأطفال بدك نزل انت مثلا هيك صوت شايفين في شغلات تانية هون مثلا شايفين هون يعني هي تبع هاي الحركات شايفين هاي عندك كل الخيارات هون شايف amazing يعني في هون
هاي مثلا سيارات. شفتوا يعني هاي ميزة بصراحة كتير حلوة بهي لهذا البرنامج. فأنت هون بس حط على الصوت، حط على الإفكت، أي أنت شيء بدك تحابب تضيفه بتضيفه وبتنزله على الموضوع. هون عندك مثلا الرعد، المطر، والقصص هاي بتكبس صوت المطر، عاصفة هون، هاي الرعد، شايفين؟ يعني بصراحة كتير حلو. طبعا انت وين بدك تنزل الصوت هاد، انت بتقدم على الفيديو، لنفترض بدك تنزله هون، تعمل قص، قصيت الفيديو بتنزله بقى انت هون بالقرنة اللي انت قصيت فيها، تمام؟ هلأ انا ما فيني اشرح لكم على البرنامج كله، لانه البرنامج بصراحة في كتير يعني شغلات، في كتير ميزات، مشان ما انا طوله للفيديو كتير، تمام؟ فهون عندنا كمان شغلة تانية اللي هي الفلتر. حابب انت مثلا تغير لون الفيديو اللي انت حاطه، شايفين؟ اي لون حابب تحطه انت بتغير على كيفك، شايفين؟ في كتير الوان، بتفتح اللون، بتغمقه، بتساوي انت اللي بدك اياه، تمام؟ طبعا هلأ راح نحكي عن هاي الميزة اللي هي الصوت. هاي بتسرع الصوت انت كيف ما بدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوة. خلينا بس نوطي الصوت تبع الفيديو. كيف هيك نوطي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شايفين هلا انا وطيت الصوت تبع الفيديو الرئيسي مشان اذا عم بشرح لكم انا تفهموا شو عم بحكي انا، تمام؟ هلا بنرجع على السبيد هون. السلام عليكم ورحمة الله. هون مثلا شوفوا كيف هلا انا مثلا عم بحكي هون بالفيديو، تمام؟ انا بدي اياه مثلا يصير سريع الحكي، اسمعوا كيف بيصير هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ بخير وصحة وسلامة باذن الله. اليوم رح نحكي عن قصة. صار كثير سريع الصوت، او بدنا ننطقه يصير بطيء. السلام عليكم. سمعاني يا محمد. فانه هي هون بتتحكم بالصوت اللي بدك اياه، بتحط بسرعة بدك اياه وبتحدد له. اوكي هون عنا القص، حكينا عن القص، انت هون بتقص كيف ما بدك الفيديو. هي قصيته، شايفين كيف القص؟ بدي ارجع مثل ما كان، بعمل له هذا السهم، تمام؟ عنا هون تريم. سلام. هي اذا بدك تختصر الفيديو انت، سلام عليكم، تعمل مثلا ثانيتين ونص، ثانيه ونص، بس انه بمنطقه معينه يعني. فانه هون عنا، هون عندنا مثلا، عرفتوا انت مثلا بتفوت بدك تدخل بالفيديو، يفوت بطريقه مثلا انه مثلا شوفوا كيف، تفرجوا على الفيديو كيف بصير، شايفين؟ سلام. انه بيعمل هيك او هيك مثلا. سلام. انت كيف الطريقه اللي بدك انه يدخل فيها الفيديو، بتحط انت الطريقه اللي بدك اياها. سلام. والمسافه وين ما، وين لوين بدك تزيدها، بتنقصها وين ما بدك، تمام؟ عندنا هون، عندنا الصوت هون، تتحكم انت بتعلي قوه الصوت كيف ما بدك، تمام؟ عنا شوفي كمان عنا هاي، عنا هاي مثلا انت اذا حابب انك تقص الفيديو بمكان معين، شايفين؟ تقصه انت كيف ما بدك وبتزبطه بالطريقه بدك اياها. وبالاضافه هون حاطط لك ان انت بدك اياه تخليه مثل ما هو الاورجينال، ولا تحطه انه على صيغه اليوتيوب ولا انستغرام ولا تيك توك، شايفين؟ انتوا القياسات اللي بدكم اياها بتحطوها. بدنا نحن يوتيوب، اعطانا اليوتيوب هيك، تمام؟ انستغرام بيعطيك هيك، تيك توك، يعني انت كيف بدكم بيظبط لكم اياها، تمام؟ هي بالنسبه لهي. هون شوفي عنا، هون شوفوا كيف هلا هي الميزه، انه اذا كان فيديو مثلا هيك انت بدك تقلبه من هاي، بدك تقلب الفيلم من هاي الجهه لهي الجهه، شوفوا كيف انقلبت، صار الفيديو هيك. السلام بالعكس. عليكم ورحمه الله، تمام؟ هو كان هيك، شايفين؟ بيقلبكم الفيديو انتو كيف. هلا كمان من فوق لتحت كمان ممكن يقلبوا بالعكس، شوفوا كيف قلب. صار المقلوب الفيديو ان شاء الله تكونوا بخير، تمام؟ طبعا هي نحن ما بدنا اياها، نرجع لطبيعه الفيديو. شوفي عنا كمان، شايفين؟ هي هون عنا الزوم. هون في شغله حلوه كمان، انت مثلا اذا انت كنت عم تصور فيديو لك شخصي، بدك اياه مثلا يقرب هيك مثلا لمسافه معينه، وبتكبس انت هيك، تمام؟ سلام عليكم، نفترض هيك، بتقول له اوكي مثلا. هلا هلا شوفوا كيف بيقرب شوي شوي على الفيديو، تفرجوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه باذن الله. اليوم راح احكي، شفتوا كيف؟
شايفين؟ يعني بصراحة في ميزات كتيرة هذا البرنامج. فهذا كل شيء نحن تقريبا عن البرنامج هذا. وطبعا انتو بس تنزلوا برنامج عنكم انتو بقى بتكتشفوا فيه كتير شغلات وبتكتشفوا فيه كتير قصص يعني. تمام؟ هلا بعد ما انت تخلص بقى على 24 ونفترض الفيديو صار كله تمام. تمام؟ عندك هون كلمة هي export تكبس عليها تقول له مثلا export. هون بيقول لك بقى قديش الدقة اللي بدك اياها انت 720 1080 شو الدقة اللي بدك اياها تحطها انت اللي بدك اياها تعطيه اشارة صح هون وبيحول لك الفيديو بثواني معدودة. تمام؟ هي بالنسبة للفيديو تبع اليوم. ان شاء الله يكون برنامج بيفيدكم واموره بخير ان شاء الله. وبالإضافة في برنامج كمان صوت بالنسبة لتعديل الأصوات. كتير شغلات تعديل الأصوات تسرع بتبطئ تغيير الأصوات من صوت رجال لصوت مرأة من صوت مرأة لصوت رجال. كمان هذا البرنامج أنا إن شاء الله هلا عم بشتغل عليه وراح أخلصه إن شاء الله. بس خلصه بدي نزله على القناة يمكنكم كمان تشوفوه وتتابعوه. بتشكركم وبتشكر المتابعة. إن شاء الله أكون فدتكم بالفيديو وسامحوني إني طولت بس شرح لازم إني شرح يعني بهي الطريقة ما فيني اختصر أكثر من هيك. فسامحوني إني طولت الفيديو. رجاء مثل ما حكينا اشتركوا بالقناة إذا كنتوا لساتكم جداد ومو شايفين ومو مشتركين بالقناة وعملوا لايك. وإذا حبيتوا كمان شاركوا الفيديو بتشكركم. مثل ما حكينا إحنا لازم ندعم كلياتنا ندعم بعض. تمام؟ بتشكركم وإن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسلامة دائما إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.